ليك أحمد. إيه؟ ماني حابب كمل قرايب الكتاب، يعني بحس حالي ما عم بفهم منه شيء. أكيد بتفهمه إذا قريته على مهلك، أنت دائما بتقرا بسرعة ومشان هيك ما بتفهم. بتفهمه إذا قريته أكثر من مرة بتفهمه. ليك أحمد، أنت بتتذكر الكتاب اللي أعطيتني إياه؟ شو رأيك نعطيه لفيكو؟ تبع الشاب يلي بيهرب على السفينة وبيسافر ليلاقي شغل يناسبه. تذكر هالكتاب أنت عطيتني إياه وقريته، فيكو بحب هيك شغلات. كيف يعني؟ شو عم تقولوا؟ هيك بدون ما حدا يسأله وين جواز السفر أو وين أهلها؟ هيك بهالسهولة؟ فيكو بدنا إياك تقرا مو تهرب. تعرفي؟ والله فكرة حلوة. ما تقرا يا ابني ما تقرا، تمام؟ وانتي ممكن تسكتي وما تحكي هيك شغلة؟ خلص بدور لك على غير رواية، روح خلصني يمشي. تمام أخي أنا بدي روح. والله هالبنت أخذت العقل لفيكو يا أحمد. مبين لكن شو مفكرة حبيبتي ليلاس؟ الشباب هيك عالاتهم. يلا خلينا فيه. جاهز لاختبار اليوم؟ ايه طبعا طبعا جاهز. شو بدي اعمل؟ روح يلا 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 بسرعة طلع خلصني. انتو شو عم تعملوا هون؟ على صفوفنا فورا. ضب قميصك لشوف. إذا عملت هيك رح انفصل. بنتي شو هالشعر هاي؟ شو رايحة على حفلة؟ يلا ما تخاف اربطي لها. شو اربطي؟ بتروح يلا يلا اربطي يلا بسرعة بسرعة. لك انت جنيت شو عم تساوي؟ شو عم تساوي فكرات؟ شو عم تساوي هون انتو؟ شو عم يضحككم؟ فكرات شو عم تعمل عندك؟ شو عملت؟ شو هاد؟ آي لو سمحتي تفضلي معي. أنا بعرف كيف عاقبة. رح أعطيكي ورق فصله. هذا الولد ما خرج دراسة، حذرته كتير وما عم يفهم، وبعد الفرصة اللي أعطيته إياها شوفي شو عمل بالأنسة. لو سمحت لا تفصله الله يخليك. والله فكرة ما كان هيك، يعني بيضرب وبيخانق وبيعمل مشاكل، بس فكرة ما بيعمل هيك. قول شي، ليش ساكت؟ يعني معقول تفصله وما يقدر يكفي دراسة؟ يعني بدك إياه ينزع باقي الأولاد؟ يصطفل هو اللي اختار. فكرة قول شي يا ولد. بدهم يفصلوك من المدرسة وكمان من الفريق. قل لهم انه مو انت اللي عملت هيك. خلص مش الحال لميس خانم، وهي شهادته. احمد يعني فكرة رح يتقلع من المدرسة؟ ليلى استولي بعليك. لا انا قلت له يساوي هيك. فيك ما له علاقة بنوم. أنا قلت له وطلبت منه إنه يعمل هيك. بعتذر منكم. لا أستاذ ما دخلها هي، أنا اللي عملت هيك. أستاذ بما أنهم غلطوا معي، معلش يا ريت تسمح لي إنه أنا أختار الطريقة اللي رح نعاقب فيها هدول الأولاد. وشو بتقترحي يعني؟ إذا طردناهم هلأ رح نخليهم يغلطوا أكتر، بس إذا ضلوا بالمدرسة رح يتغير وضعهم للأحسن ورح نكسبهم. مزبوط حكي، بس بجوز ينزعوا رفقاتهم كلهم إذا ضلوا هيك. بدي إياك ترتاح وتخلي موضوعهم علي من اليوم ورايح. شكرا كتير لك، عن جد شكرا. طبعا وعقوبتهم أنا مجهزت لهم إياها. طبعا طبعا، خلص مو مهم، ساوي اللي بدك إياه. كل يوم بعد المدرسة رح يقضوا ساعتين بمكتبة المدرسة، طبعا هذا الشيء رح يكون تحت إشرافي أنا. تمام آسي، مثل ما بدك. شكرا كتير. طيب ماشي، روحوا هلا على صفوفكم وبعدين بنحكي. يلا لشوف. شكرا كثير مره ثانيه. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهده المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.